أهلا بكم من جديد. مستمرين في تخطيطنا المتواصل للافتتاحات الرئاسية للمشروعات القومية بالصعيد والجهود غير المسبوقة اللي بتبذلها الدولة في سبيل تنمية الصعيد. معنا ضيفي النهاردة دكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد مصر والمشرف على مشروع تطوير الريف المصري بوزارة التنمية المحلية. دكتور أهلا بكم، مشرفنا. أهلا بحضرتك، سعيد أن أنا مع حضرتك. إحنا أسعد وإحنا سعداء الحقيقة باللي إحنا شايفينه يعني في صعيد مصر وجولات السيد الرئيس وافتتاحاته للمشروعات. يعني إحنا بنشوف قد إيه الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالريف المصري، وبنشوف لأول مرة قد إيه الصعيد موجود في عقل وقلب واهتمامات وخطط القيادة السياسية. قولي أثر ده إيه على المواطنين في الصعيد بشكل عام، وبعد كده نروح للتفاصيل. في الحقيقة أنا سعيد أنا كمان إن إحنا وصلنا للمرحلة دي. لأول مرة ما بنقولش كلام، يبقى في إرادة سياسية لفعل سياسي على الأرض. أنا أسعد الناس بالأسبوع بتاع الصعيد لأنه حول الكلام والخطط إلى واقع تنفيذي. إحنا في 3-4-5 سنين اللي فاتوا الاهتمام بالصعيد والاهتمام بالريف نال الأولوية الأولى. فإذا كان الرئيس بيقول إحنا داخلين جمهورية جديدة، كان بداية دخول الجمهورية الجديدة دي العدالة، والعدالة ما كانتش متحققة في مصر على مر العصور. كان دايما عندنا الريف ودايما عندنا محافظات الصعيد مش واخدة نصيبها العادل. دلوقتي الرئيس مش بيديها نصيبها العادل، ده بيديها أزيد عشان يرجع هذا التوازن. فلو تشوفي حضرتك الخطط اللي اتنفذت، الناس مذهولة من الرقم اللي بيتقال. ليه؟ كل حاجة متنفذة في محافظة عشان تدعم الكل. احنا بنتكلم النهاردة على بنبان في الكهرباء، بنتكلم كمان على الغاز والبترول في أسيوط، بنتكلم كمان على 14 محور ب 23 مليار، بنتكلم على برامج تنمية محلية مكلفة 47 مليار، بنتكلم على برنامج تنمية الصعيد ب 15 مليار. احنا بنتكلم في أرقام ما كناش نشوفها، وكنا لو ما شفناش المشروعات على الأرض ما نتخيلهاش. لا، احنا بقى عندنا حكومة وبقى عندنا إرادة سياسية الأول عارفة رايحة فين. احنا في مستهدفات. لما تسمعي دلوقتي حضرتك ان نسبة البطالة وصلت في الصعيد ل 6%، يمكن في خلط عند الناس. كانت 14%. كانت 14 في سنة 2014، 14% نزلت ل 6%. لما نشوف عدد فرص العمل، لما نشوف نسبة التغطية بالمية والصرف، ونشوف عدد القرى اللي دخل حياة كريمة مرحلة أولى. أما أقول إن حياة كريمة مرحلة أولى 52 مركز، منهم 34 مركز من الصعيد. ده معناه إن الصعيد واخد أولويته بالمعايير، وإنه مش في قلب وعقل الرئيس بس، ده في خططه التنفيذية وتحت عينه، إن لما يحصل سيول في أسوان تلاقيه بعدها بيومين موجود هناك بيحل المشاكل دي بنفسه، بيشوف اتحلت ولا لأ. الموضوع دلوقتي إحنا داخلين على جمهورية جديدة شعارها الأولاني العدل في التنمية، شعارها الأولاني حقوق الإنسان، شعارها الأولاني مستهدفات لازم نجيبها. ده تحول كبير في واقع التنمية في مصر، نشكر عليه فخامة الرئيس. بالتأكيد. طيب احنا شفنا على مدار الأيام الماضية تنمية غير مسبوقة زي ما كنا لسه بنقول، من مناطق صناعية، مشروعات زراعية عملاقة بيتم افتتاحها للمرة الأولى في الصعيد. ازاي ده ممكن يوفر مناخ بقى جاذب للاستثمارات في هذه القرى والمحافظات؟ ده موضوع لو كنا بنتكلم فيه من 4 سنين كنت هتلاقيني بتكلم مع حضرتك بنظرة متحفظة جدا. ليه؟ هو المناخ الجاذب للاستثمار عبارة عن إيه؟ ليه مستثمر هيجي يستثمر عندنا؟ المستثمر بيجي أولا عشان فيه فرصة استثمارية، ميزة نسبية. صح. الميزة دي قد تبقى موجودة طبيعيا بس ما ندعمهاش، يعني ما فيش بنية أساسية داعمة طبعا للاقتصاد. ده بقى متوفر محاور وأمان بنية. الأمان ده رقم واحد طبعا. رقم اتنين إن يكون في بنية أساسية داعمة. رقم ثلاثة إن يكون في تسهيلات من الحكومة، يكون زي الرئيس ما قال أنا عايز بالظبط. أنا عايز المستثمر يجي ياخد رخصته في إيده، يجي يلاقي رخصة جاهزة. غير اللي إحنا كنا بنفكر لحد من قبل كلام الرئيس على إن إزاي نقلل الفطرة ب40 و50%. الرئيس قال لأ، أنا عايز ده يبقى ياخد في إيده، يجي يقدم نقول له المشروع ده جاهز، يجي ياخد رخصته. احنا كمان ربطت التكتلات الاقتصاديه اللي كانت موجوده عندنا. احنا موجود عندنا تكتلات فرص في حد ذاتها،
يعني تكتل البصل في سوهاج، احنا اعظم انواع البصل في سوهاج، ازاي الحكومه دعمته والزراعه دعمته ان نرجع تاني نصدر بصل مش كده وبس، ويبتدي يجي مستثمر عشان يعمل مصانع تجفيف بصل. هنا الدنيا انت ربطتي بيئه مناسبه ببنيه اساسيه بتسهيلات بكمان بالتكتلات، ويسرتي المواد الخام. هنا كان ناقص لنا بس طورت المناطق الصناعيه ورفقتيها. هنا ناقص لك حاجه واحده بس، ان الدنيا البناخ بقى مواتي دلوقتي، عشان كده اتعرض على فخامه الرئيس من وزير التنميه المحليه قرار الرئيس بان يكون في مؤتمر للاستثمار في الصعيد في شهر فبراير القادم. احنا في اسوان في فبراير القادم هيكون في مؤتمر كبير جدا للاستثمار في اسوان. المؤتمر مش هيبقى بس عشان نقول احنا مميزاتنا كذا، المؤتمر عشان يقول فرصنا كذا، واحنا هنقدم تسهيلات كذا في الفرص دي، وهندعم التسويق بكذا، وهنعمل المواني دي ودي بقت جاهزه عشان يجي المستثمر يلاقي ان احنا مش بننافس نفسنا، احنا بننافس العالم، بننافس المنطقه اللي احنا فيها. فان شاء الله اعتقد ان على فبراير هيكون في نقله كبيره في الاستثمار في مصر. الرئيس زار عدد الحقيقه من القرى اللي بتعمل فيها مبادره حياه كريمه زي غرب سهيل في اسوان، المراجده في قنا، يعني عايز اعرف اثر مبادره حياه كريمه والجهود اللي بتقوم بيها في تنميه الصعيد يا دكتور هشام. خليني اقول لحضرتك ان لما بنتكلم على تنميه الصعيد ونتكلم على تنميه الريف يحصل تداخل كده. القصه في تنميه الصعيد ان الصعيد اساسا نسبه من 75% ل 80% من سكانه ريف. ده اللي كان موجود في مصر مثلا سنه 76 وقبل 76. التطور رايح للحضر، ان عدد سكان الحضر يبقوا اعلى من عدد سكان الريف. الصعيد واقف عند النقطه دي، غالبيه سكانه ريف، ودي النقطه يمكن اللي علق عليها فخامه الرئيس كتير، غالبيه سكانه ريف. عشان كده هم بياخدوا القطاعين الاقل حظا على مر العصور، ان هم ينتموا للصعيد اللي ما كانش بياخد حقه، وينتموا للريف اللي ما كانش بياخد حقه. الاهتمام بقى، هم سمعوا كلام كتير، احنا على مر العصور كانوا بيسمعوا وعود. وحتى اما بدأنا حياة كريمة وكان قرار فخامة الرئيس كانوا الناس برضو مش مصدقة. دلوقتي انا نفسي الكاميرات زي ما حضرتكم عاملة دلوقتي جزء عن زيارات الرئيس تشوفوا اللي بيحصل هناك. اللي بيحصل هناك ثقة ما بين الحكومة والمواطن غير طبيعية، ثقة إن نزلنا شفنا احتياجاته. الرئيس النهاردة كان عامل جلسة تشاور، كان قاعد مع أهالي غرب سهيل بيناقش احتياجاتهم. في التقرير أنا قاعد بره وبسمع، دي جلسة تشاور من اللي احنا بنعملها عشان نعرف احتياجات المواطنين إيه. المواطنين بدأوا يكسبوا ثقة، بدأوا يعرفوا إن الدولة دي بتاعتهم، هم اللي بيحطوا الخطط، هم اللي بيراعوا الأولويات، هم بيتابعوا التنفيذ، هم بيشتركوا في التنفيذ. احنا عندنا عدد قطع الأراضي اللي اتوفرت من مشاركة الناس في حياة كريمة وصلت دلوقتي لحوالي 20% من قطع الأراضي اللي احنا محتاجينها. ده تحول في تفكير الناس وثقة في الحكومة بشكل كبير. سعادة الناس ان هم بقوا يمتلكوا إرادة في انهم يغيروا واقعهم. ده أنا شايفه مهم جدا. النقطة الثالثة والمهمة ان الاهتمام مش بس ببنية أساسية، الاهتمام بتنمية اقتصادية، فرص العمل. النهارده في التقرير اللي حضرتك كنت بتذيعيه بيتكلموا على السياحه وهتعود ازاي، والريس قال لهم هنعمل اسواق فين وهنغير ايه عشان ندعم السياحه عندهم. بتتكلمي في القرى على الانشطه الاقتصاديه في الزراعه في الصناعه وربط التصنيع الزراعي زي الريس ما كان امبارح بيتكلم. في اختلاف، انت بتتكلمي على محو اميه وكمان وتوعيه، احنا بنتكلم على تغيير ثقافي مواكب للتغيير اللي في البنيه الاساسيه والحجر. فده ده التنميه الشامله بتحصل فعلا، واللي خلت المواطن النهارده سعيد انه بيشوف قياداته اللي حققت ده معاه ايد بايد. بتشوف ازاي حرص الرئيس يا دكتور هشام على دعم مبادره حياه كريمه في كل محافظات مصر؟ انا بحس ان الرئيس، يعني ناخدها مستويات، يعني اسمحي لي كده لو انا هقولها بمنتهى العفوائيه، لو انا مكان فخامه الرئيس ما كنت اخد هذا القرار الشجاع اللي خده لحياه كريمه. احنا بدانا حياه كريمه واحنا بنتكلم على ان ال 100 المراكز اللي عندنا، ال 172 مركز هيكلفوا في حدود 500 مليار، وان ال 52 مركز الاولانيين هيكلفوا ما بين 100 و 120 مليار.
خليني اقول لحضرتك ان ال 52 مركز الاولانيين هيتعدوا ال 260 مليار، وان اجمالي ال 172 مركز هيتخطوا ال 800 مليار وقد يصلوا الى تريليون. كويس، فهذا القرار قرار منتهى الشجاعه، احساس ان حاجه بتتعمل في مكانها وان ده الصح. ده رقم واحد. الحاجه الثانيه المتابعه التنفيذيه اليوميه للريس لحياه كريمه، دي متابعه بشكل دوري. الحاجه الثالثه ما اشعر بسعاده للريس قد اللي بشوفه وهو في القرى، هذا التلاحم والتقارب والزيارات. شوف الزيارات اللي عملها الريس خلال الشهر اللي فات، هتلاقي معظمها للقرى ومعظمها من قرى حياه كريمه وجزء كبير منها في الصعيد. هذا الاهتمام خلى الدنيا تتغير، الناس تتغير، احنا نبقى عايزين نعمل حاجه. وبعدين نزله الريس دي بعد ما عمل البنيه الاساسيه اللي موفره المناخ المواتي ان احنا نشتغل. احنا بنتكلم على فرص عمل، انا قاعد بتابع التقرير وزير التنميه المحليه وهو بيعرض بيتكلم مثلا على حوالي 800,000 فرصه عمل في 7 سنين. وزيره الصناعه وهي بتعرض بتتكلم على قريب من 380,000 فرصه عمل في الصعيد بالبيانات بالاسم. وزير الزراعه وهو بيعرض بيتكلم على نفس العدد تقريبا. يعني احنا لو اتكلمنا على دول بنتكلم ان احنا تخطينا 1.5 مليون فرصه عمل. طب يدعم ده ايه بقى؟ جهاز المركز التعبئه العامه والاحصاء اللي بيقول ان نسبه الهجره من محافظات الصعيد لوجه بحري او الخارجيه قلت بشكل كبير. هنا لازم نقف ونقول ان في نتائج ايجابيه فعلا، بس لازم نفكر استدامه ده هيبقى شكله ايه. صحيح. اتفضل كمل عشان بعد كده اروح لبعض الارقام. وده اللي الريس كان بيوجه اليه النهارده ان وامبارح واول امبارح، ازاي هنقدر نستديم لده، وده اللي يمكن يكون مسار نتناقش فيه مع حضرتك. اكيد. طيب خلينا نقول انه منذ انطلاق برنامج تنميه الصعيد دكتور هشام في 2018 بلغ عدد المشروعات اللي نفذها وبينفذها البرنامج 4119 مشروع باستثمارات بلغت 15.2 مليار جنيه بتغطي كافه جوانب الحياه. قول لي ازاي المشروعات دي غيرت وجه او واقع الحياه في الصعيد؟ خليني اقول لحضرتك ان المشروعات دي بداية المشروع ده كان إن احنا نعمل نموذج للتنمية المتكاملة في سوهاج وقنا وينتقل لبقية المحافظات، واللي خد كان في توجيه من الرئيس أول امبارح بمد المشروع للعشر محافظات، مش بقناش بتشتغل في 4 بس، هنشتغل في كل محافظات الصعيد. المشروعات دي كان لها هدف أساسي. الهدف الأساسي ينقسم لشقين، أنت عايز تعمل تنمية حقيقية مستدامة، فهنا أنت محتاج تشتغل على الجانب الاقتصادي وجانب البنية التحتية، وتشتغل على الاستدامة على تطوير اللي هيشغلوا المشروعات دي وهيصينوها ويحافظوا عليها للمستقبل، وده النقطة المهمة. فاحنا نفذنا 4119 مشروع، بتخيل ان بدايتهم كان توجيه الرئيس في 2018 اختاروا لي هاتوا لي في اول خطة اول سنة المشروعات المتوقفة اللي الفلوس صرفت عليها. احنا حصرنا مثلا ان في سوهاج وقنا كان في 6 محطات صرف صحي لو بنعملهم النهاردة يكلفوا 6 مليار، دول كانوا متوقفين من 2010. كملناهم كل اللي اتصرف عليهم بمشروعات الميه والحاجات دي 2.9 مليار. ال 2.9 مليار دول احيوا استثمارات بمليارات لو بنعملهم النهارده نخش في 6-7 مليار، وفادوا 2.8 مليون مواطن. هنا بقى 2.8 مليون مواطن عندهم ميه وصرف صحيح، بس كمان باستثمارات قليلة وحسن استغلال كفاءة استغلال المال العام. النقطة الثانية إن لما بتيجي تشتغل بنية أساسية أنت كمان لازم تستفيد منها في إنك إيه الأنشطة الاقتصادية اللي هتولد على ده. فإحنا على طول كان الأنشطة لما بنيجي نعمل بنية أساسية لما بنختار طرق مثلا نرصفها. الطرق اللي نرصفها كان دور وزارة التنمية المحلية إن الريس بيعمل محاور تنموية، إزاي نربط محاور التنمية دي بالاسواق وبالقرى وبالمدن عشان عائدها يرجع على الناس. هنا كان رصف الطرق له معايير، العائد الاقتصادي للطريق رقم واحد. فعملنا نموذج لده. بقى هيتطبق على مستوى الجمهوريه. عملنا نموذج ان مفيش مشروع يشتغل من غير دراسه جدوى. وده اللي خلى البنك الدولي يشكر الحكومه المصريه الشهر اللي فات على تنفيذ ده ويطالب ان ننقل خبرتنا لدول اخرى في امريكا اللاتينيه عشان تستفيد من المشروع ده. وده اللي خلى الريس
يبتدي حياة كريمة بنفس آليات برنامج تنمية الصعيد، إن كمان بنحافظ على التنمية الاقتصادية. احنا بنتكلم على 269 ألف فرصة عمل في البرنامج، موجودين في المناطق الصناعية، موجودين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وهنا لازم نتكلم على إن كمان فكر المواطن لازم يتغير. هم لسه فاكرين إن فرصة العمل هي الحكومة، مفيش فرص عمل في حكومة. فرص العمل دلوقتي في الحكومة زي في القطاع الخاص، عليها تأمينات وليها كل القواعد، بس إزاي نخلق فرصة العمل دي؟ فالحمد لله نسبة الفقر بتقل، مش عايزين نتكلم على الفقر تاني خلاص بعد حياة كريمة وبعد ده مش هيبقى فيه. إنما كمان بقى عندنا نموذج مصري نفتخر بيه، العالم بيطالب إن هو يشوفه عشان يقلده، ودي إرادة سياسية من الرئيس يعني ما كانت لتتحقق في برنامج تنمية الصعيد. ممتاز، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور، دكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمشرف على مشروع تطوير الريف المصري بوزارة التنمية المحلية، حضرتك شرفتنا. شكرا جزيلا سعيد، ربنا يخليك. شكرا لك يا دكتور هشام وبالتوفيق إن شاء الله. ربنا يخليك. بشكر حضراتكم وأشوفكم إن شاء الله بكرة في المواجهة، إلى اللقاء.